السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان شرحي راح يكون مختلف شوي، يعني مو زي ما عودتكم، مو عن المواقع ولا عن التطبيقات ولا عن البرمجة، راح يكون حل للغز مكعب روبك. طبعا الكثير يعرف هذا المكعب كيف هو معقد وكيف هو صعب، وما بي أبالغ أقول الملايين ولكن الآلاف من الناس يحلم أن يحل هذا لغز هذا المكعب. طبعا انا شخصيا ما حليته، لكن في موقع مختص بشيء هذا، يعني تسجل الالوان، تدخل الالوان زي ما موجود عندك في المكعب وتتبع الطريقه وراح راح تحل هذا اللغز ان شاء الله. طبعا راح تحله في دقائق يعني معدوده. نشوف هذا الكلام كله مع بعض، بس قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناه. بالبدايه ندخل على هذا الموقع. طبعا الموقع هذا رابط الموقع احطه لكم اسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد كذا راح تفتح لك هذه الصفحه، ننزل للاسفل شوي وراح يطلع لك هذا المكعب. عشان تتحكم بالمكعب يعني تروح يمين ويسار عشان ما تتحرك الشاشه فوق وتحت، تضغط على تكبير الشاشه من هنا هذا الخيار، وبعد كذا تطلع لك الالوان الموجوده. طبعا حل هذا اللغز يعني كلكم تعرفون ان يعني كل جانب من المكعب يحتوي على لون كامل، سواء كان برتقالي، ابيض، اخضر، اصفر، ازرق، احمر، اي لون من الالوان، يعني كل جانب من المكعب يحتوي على لون كامل من هذه الالوان. بالبدايه تمسك المكعب زي ما موجود عندك بالشاشه، وتسجل الالوان اللي موجوده في المكعب وتختارها من فوق وتسجلها، يعني اذا كان هنا برتقالي تسجل برتقالي زي ما موجود عندك بالمكعب. انا بسجل الالوان، نشوف يعني بمشي معاكم خطوه خطوه عشان تعرفون الطريقه بالضبط. بالبدايه يعني انا عندي اللون، طبعا اللون الابيض لا تسجله عادي، يعني هو اساسا موجود. تسجل الالوان الثانيه مثل زي ما، طبعا لازم تسجل الالوان بالضبط، اذا زودت لون او نقصت لون راح يطلع لك خطأ، ما تقدر تكمل هذا الشيء. نشوف بالبدايه اللون البرتقالي، اللون الاحمر، زي ما تشوفون اذا اخطأت باللون عادي سجل اللون الثاني واضغط فوق اللون الاول وراح يتغير، ما في اي مشكله. رجعنا لكم من جديد بعد ما كملنا الالوان زي ما انتم شايفين بالمكعب وتاكدت من صحتها يعني بالشكل المطلوب وكل شيء. الان راح احل اللغز، نشوف حل اللغز مع بعض. بعد ما تتاكد من الالوان انك دخلتها بشكل صحيح، نضغط على هذا الخيار من الاسفل، وبعد كذا راح يقول لك باللون الاخضر يعني الالوان يعني صحيحه، يعني مو صحيحه زي ما موجوده عندك بالمكعب، يعني كامله، يعني كل لون يحتوي على ارقام معينه، يعني مثل ما تقول 9 الوان، كل لون 9 الوان ان سجلتها بشكل صحيح. بعد كذا نضغط على نكست من هنا ونبدا نفر المكعب زي ما يشرح لنا الان. راح يقول لك مثلا يقول لك 90 درجه عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة أو 180 درجة، إذا 180 درجة معناتها لفتين، وإذا 90 درجة معناتها لفة واحدة. الآن بيحل اللغز مع بعض، نشوف حل اللغز مع بعض. بضغط على نكست من الأعلى من هنا وشوف شنو يعطيني في الشاشة. أعطاني 90 درجة الطبقة السفلية، طبعا 90 درجة يعني معناته لفة واحدة فقط، إذا مكتوب هنا 180 درجة معناته لفتين، لازم تنتبه لكل لفة يعطيها لك. وإذا طلعت الألوان بعد ما طبقت الحركة طلعت الألوان مختلفة عندك بالمكعب، تختلف عن شاشة الآيفون أو بالصورة، معنى هذا أنك أنت طبقت الطريقة بشكل خاطئ أو دخلت الألوان بشكل خاطئ. نكمل مع بعض، نضغط على نكست من هنا، أعطاني 180 درجة المكعب الخلفي، وفعلا الآن الألوان مطابقة بالمكعب عندي، مطابقة بالشاشة. نكمل مع بعض 190 درجة، عفوا 180 درجة، مية وثمانين درجة مع عقارب الساعة،
من فوق 90 درجة، 180 درجة للأمام، من فوق 180 درجة، الآن قاعد أمشي خطوة خطوة معاه وأضغط على نيكست 90 درجة، 90 درجة من الخلف، 90 درجة. طبعا الألوان زي ما انتم شايفين، أزرق 3 فوق وتحت، أخضر هنا، أصفر هنا، 6 أحمر، زي المكعب عندي بالضبط، ولكن انتم طبعا ما تشوفون المكعب اللي عندي ولكن زيه بالضبط. نكمل مع بعض، نضغط على نيكست من هنا، نكمل. عندي يكتمل اللون الأخضر، فعلا اكتمل عندي في المكعب اللي أنا أمسكه بيدي، يعني اللون الأخضر اكتمل. هنا برتقالي 3، هنا أبيض 6. نكمل مع بعض، زي ما تشوفون خلاص 90 درجة من الأمام، واكتمل عندي المكعب، وحليت هذا اللغز في دقائق يعني، الحمد لله. طبعا راح تشوفون هذا الحل عندكم انتم يعني في المكعب اللي تملكونه. الطريقة بسيطة جدا يعني، ولكن اذا اخطيت يعني بلون معين راح يقول لك انت اخطيت في لون معين. اذا طبقت الطريقة وطلعت الالوان مختلفة عن الشاشة، يعني تأكد انك دخلت الالوان بشكل خطأ او انك طبقت الطريقة بشكل خطأ. اتمنى الشرح يعني عجبكم، واتمنى منكم الضغط على لايك والضغط على اشتراك ودعمي بالقناة. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بخدمتكم. اشكركم على المتابعة، وفي امان الله.